ناحية ديال المقابلة ديال اليوم الأربعاء هي المقابلة ضد فريق الجيش الملكي. يعني بكل صراحة المقابلة هي بالنسبة لنا مقابلة سد اللي غنحاولوا إن شاء الله باش نحققوا واحد النتيجة إيجابية اللي باش تحققنا إن شاء الله نوصلوا كل مباراة المباراة اللي باقين باش نحاولوا إن شاء الله نكونوا ضمن الصفوف الأولى نحاولوا إن شاء الله نلعبوا على البوديوم. سي عبد الواحد، انت اليوم امام تحدي كبير، هل هو الوصول الى المرتبه الثانيه؟ والتحدي انا بحال اللي ذكرت بان كل مقابله مصيريه وعندها وزنها وعندها قيمتها. كنتمنى الله سبحانه وتعالى تكون واحد النتيجه ايجابيه اللي غتخوضنا باش نسيروا المقابلات القادمين بواحد التفاؤل، لما لا نكونوا في الطريق الصحيح وتكون بدايه مع الفريق الجيش الملكي ان شاء الله. السؤال الاخير كيتعلق بالجمهور، الاكيد ان الجمهور ديال اتحاد طنجه والجمهور ديال مدينه طنجه كيتابعك وكيتابع الخطوات ديالك مع الفريق ديال اتحاد طنجه رفقه طالب، واش الجمهور عنده بالنسبه لك قيمه اضافيه فيما تبقى من البطوله؟ بالطبع، بان الجمهور كيبقى ديما جمهور محب الفرقه، حنا كنعرفوا كل جمهور اي فريق يعني كيبغي الفريق ديالو ينتصر، فحنا الحمد لله حنا النقطه ديال القوه ديالنا هي بالجمهور اللي كيساندنا وديما هو في الجانب ديالنا. من طبيعه الحال هذا الجمهور حنا كنعتزوا به وكنفتخروا بان عندنا هذا الجمهور بهذه القيمه بمدينه طنجه اللي هو دائما بالجانب ديالنا، وحنا ان شاء الله كنتمناو من اللاعبين ولا من الطاقم التقني ولا المكتب المسير باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه نرضيو هذا الجمهور ان شاء الله.